نجدد التحية ونلتقي في فيديو جديد ونوثق فيه لأخبار صحف اليوم 25 أغسطس 2021. مجلة أكتوبر والحديث عن مستقبل الثانوية الرقمية. الأهرام الاقتصادي. مجلة العربية. الأهرام الزراعي. مجلة الشباب. مجلة آخر ساعة. مجلة العلم تصدر من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة، ومن مجلات الأطفال قطر الندى، الفردوس أو الفردوس، ومجلة فارس. كل هذه مجلات الأطفال. ما زلنا نتابع أخبار صحف اليوم 25 أغسطس 2021. نهاية الكوب ده. الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة المغرب. وزير المالية 700 مليار جنيه حصيلة الضرائب في 2020. الإصلاح تجديد الخطاب الديني. ما زلنا نتابع من أشهر موزعين الصحف في محافظة الدقهلية وبالتحديد في صندوق. ما زلنا نتابع عناوين صحف اليوم. ومن صحيفة الأهرام حلول هندسية لإعادة المظهر الحضاري للقاهرة الكبرى. الرئيس مخطط متكامل لتحديث شبكة الطرق وربط شرق العاصمة بغربها. الزمالك بطل الدوري. عن عناوين صحف اليوم هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة.